بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده تستاهل ايه؟ بعد الحب ده ايه اللي تدي حنان كده نبوس التراب اللي ماشي عليه؟ بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده تستاهلي؟ بعد الحب ده ايه اللي تدي حنان كده نبوس التراب اللي ماشي عليه؟ أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري، حضن من أول حياتي وهم وغمي اللي كتر خير أداب خيرها في دمي وعايش بيه. أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي راحت واللي سرت واللي شال حمل الجبال. أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري، حضن من أول حياة اللي كتر خير أداب خيرها في دمي وعايش بيه. ما شاء الله عليكم. عايزه طبعا ارحب بيكم الاول. اسلام ملاح اهلا بيك يا اسلام. ونعوم اهلا بيك يا نعوم. واهلا يعني طبعا ابراهيم اهلا بيك. اهلا يا ابراهيم، ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين. والنهارده احنا جايين طبعا، انتم عارفين احتفاليه خاصه بعيد الام، وانتم اديتونا اول هديه اغنيه امي. بس الاول كنا عايزين نتعرف بقى عليكم، نتعرف على البدايات وكده. تحبوا مين بقى يبدا؟ اتفضلي. خلي بالك في عام المرأة لم ينتهي بعد. نعوم الموضوع سيطري. سيطري احنا اكتر برضه. انا البدايات من بدري شوية كتير، يعني من وانا 6 سنين تقريبا بغني. كنت انا وابراهيم في فريق واحد تبع مركز الشباب تبع المنطقه اللي احنا ساكنين فيها. وبعد كده الفريق ده انضم لوزاره الشباب وبقينا بنعمل مسابقات جمهوريه. الكلام ده انا فضلت فيه لحد 16 سنه، ده من 7 سنين ل 16 سنه. بعد كده بدات بقى افكر ان انا لازم ادخل الموضوع باحترافيه شويه. فكان الوقت ده متزامن مع الثانويه العامه، فدخلت معهد موسيقى عربيه. قعدت سنه واحده بس في المعهد وسبت المعهد وحاولت درست حاجه تانيه خالص. طب ليه؟ ما اعرفش، ما حبيتيش؟ لا. ما حبيتش، ان انا يعني حسيت ان انا الدراسه هتكرهني في المزيكا. انا حبيت المهمه، انا حبيت الموضوع بفطرته، اوريدي كنت بمارس المزيكا، فما كانش الموضوع بالنسبه لي. كان النظري اكتر تقصدي؟ يعني ما حسيت ان انا النظري ممكن اكتسبه من الممارسه اكتر. من الممارسه اكتر بالظبط. يعني طب هتسمعونا ايه بقى؟ هتسمعوا على طول كده؟ بصي احنا بندخل جد على طول. يلا بينا، هنغني امي لحسين الجسمي. يلا يلا بينا. عيني على اللي اتربى وعاش منها
حروب. لو تسألوا هيرد الدنيا بحال فيكم وفيكم أمي فيكم أمي. عيني على اللي تربى وعاش منها محروم. لو تسألوا هيرد الدنيا بحال فيكم وفيكم أمي فيكم أمي. هي اللي امشي دايه في ايدها وانا متغمي بهرب بتدفى بتنهدها وتشيل همي. دغري في صغري بتسند فيا وبتصلب طولي تكبر هيا تحتاج ليا افديها بدمي. وعشان كده الدنيا فيكم وأمي فيكم وفيكم أمي. أنا مش هتكلم. محدش فينا عارف يتكلم بصراحة. يعني أكيد كل واحد بالنسبة له الدنيا فيكم وأمه فيكم تاني خالص. يعني في حتة عظيمة جدا جدا. بنأكد يعني تحياتنا تاني. عايزين بس نحيي جماعة كمان يعني أمهات الشهداء. يعني ألف مليون تحية لكل أم شهيد. وإحنا من هنا بنقول لكم كل عيد أم وأنتوا يعني عظيمات وجميلات ومضحيات بأكتر حاجة. عندكم أبنائكم فوق راسنا ويعني دمهم وروحهم هي اللي مخلينا مكملين وعايشين. وبنحتفل معاكم النهاردة كل سنة يا رب وكل أم شهيد بخير وطيبة وسعيدة وفخورة بابنها. إسلام. يلا يا إسلام نغني؟ لا يعني احنا طب نمشي احنا طيب ولا ايه؟ هنغني اهو. طيب يلا سول. لا ما يجيش من بعد خير. ما يجيش من بعد خير ولا هو فانا يوم جميل ولا هقدر اعوضك عن عمر ضاع عشاني. تعبك سهرك ليالي خوفك عليا ولهفتك ما يجيش من بعد خيرك ياما. في الدنيا أغلى من حبي ومات يعلى من قلبي ياما ضحى علشان تكبريني. دايما عايش في قلبي وبجري جوا دمي. دايما عايش في قلبي وبجري جوا دمي. هعيش وهموت بحبك يا أمي. وكفاية وكفاية انك تدعيني يا أمي. أسلام. أنا كنت عايز أسألك على البداية وعايز أعرف مين اللي اكتشف الصوت الحلو فيك. البداية برضو من 7 سنين أكبر منها بسنة. تمام. واللي اكتشف الموضوع بالصدفة جدا حد كده صاحب أخويا الكبير. كان قاعد عندنا فسمعني بدندن كده نفس الكلام اللي بقوله كل مره هنا.
وقال لي يلا نغني وبتاع. طبعا بدات شويه كده، طبعا دراسه خدتني شويه، وبعد كده بدات بقى في الجامعه. خلي بالك ان انت اول بدايه كنت معانا. صح صح كده. بالظبط. فبدات بقى حفلات الجامعه واسكندريه، وبدات يعني الناس تعرف ان في حد بيغني اسمه اسلام. دخلت الموضوع باحترافيه وانا في الجامعه يعني. طيب نعوم يلا مجهزه لنا ايه؟ تعالي نستخبى انغام. يلا يلا. الموضوع كله عياط. تعالي نستخبى في حضن بعض حبة، وما نغمض عينينا نلاقيك بقيتي شابة. تعالي نستخبى أنا وإنتي من الزمان، ونزرع المحبة في جنينة الأمان. تعالي في حضن ماما بوسك من جبينك، يا ريتك تاخدي قلبي تعيشي بيه سنينك. تعالي في حضن ماما ابوسك من جبينك، يا ريتك تاخدي قلبي تعيشي بيه سنين. ده انا اول يوم في عمري من اول ما اتولدتي، وعشان كده قلبي حاسس انك امي وبنتي. برافو يا نعوم، برافو. كنت عايزه اسالك عن لما بتطلعوا على المسرح، او لما بتطلعي على المسرح، اكتر الحاجات اللي بتطلب منك ايه، او الحاجه اللي لما بتغنيها بتحسي ان انت يعني وصلتي لقمه الانبساط والاندماج انت والجمهور، اللي زي ما بيقولوا بتلعلعي كده وانت بتغني؟ اغنيه يعني معينه؟ اه، حاجه بتبقى قريبه لقلبك وفي نفس الوقت برضو الناس بتبقى طالباها منك، انت مبسوطه وانت بتغنيها؟ انا مبسوطه وانا بغنيها. هو كذا حاجه يعني، في اغاني كتير. ممكن نقول نعوم بتميل الى اللون الحزيني ولا اللون اللي فيه بهجه ويعني يعني هو بحكم الشغل اكيد بنغني ثلاث ارباع الاغاني اللون اللي فيه بهجه، بس انا نعوم لا طبعا بحب النكد زي عليا. شايفه طبقه الصوت بتاعه المغني بتظهر اكتر في اي لون، ده ولا ده؟ لا، هو حسب طبقه صوت المغني نفسه. يعني في مغني صوته يبقى بيضحك دايما، في صوته في ضحكه، فهو ما يقدرش يغني حاجه فيها شجن. يعني فنان محمد فوزي كان صوته دايما بيضحك، اي اغنيه بيغنيها تحس ان هو مبسوط. في ناس تانية مثلا يعني زي مثلا فنان احمد سعد، اي حاجه بيغنيها دايما، حتى معظم اغانيه دراما كلها. وادم يعني في ناس كده، هم طبعا ده لا خالص، ادم شجن شجن يعني. طبعا طبعا. اسلام. اسلام هتغني ايه يا اسلام؟ لا ما احنا مش بقول لك ايه بدايات بقى ونهايات والحاجات دي، احنا مع بعض، احنا عيله مع بعضينا هنا. يلا يا اسلام غني حاجه. بحبك يا امي. ماشي. بحبك يا أمي، حنانك في دمي، ونورك في قلبي، وليكي فيا
كل شيء هعيش لك سنيني واشيلك في عيني رضاك عليا وحده نور للطاري انا بحمد ربنا اداني ام حنينة جواها طيبة وخير وحب ما بينتهيش يا امي اطلبي عشتي لعمرك تتعبي وتعبي كله جنب تعب ما يساوي بنستمتع بصراحة باللقاءات اللي زي دي. احنا طبعا بنسمع الأصوات وخصوصا وهي لايف كمان بتمسنا قوي، فاحنا علشان الاستمتاع ده احنا لسه مكملين معاكم ولسه هنكمل مع بعض، بس هنروح فاصل ونرجع علشان نكمل بقى باقي احتفاليتنا بعيد الأم. تمام؟ هتطلعينا فاصل ولا ايه؟ احنا طلعنا خلاص فاصل اوريدي يا جماعة، فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية.